قوتنا المسلحة أعزائي المشاهدين والتي نشرف بها على مر التاريخ سطرت بأحرف بالنور بطولات عديدة. هذه البطولات سجلها التاريخ على مر الزمان، فنعرف دائما أن القوات المسلحة المصرية هي قوات تحمي ولا تعتدي، هي قوات تدافع عن مصير هذا الوطن. وكما تتابعون حضراتكم، فقد وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في مسرح الجلاء لحضور هذه الندوة، ندوة حول الشهيد، شهيد البطل والذي نحتفل به في 9 مارس من كل عام. شهداء مصر الأبرار الذين يقدمون كل غال ونفيس لحماية هذا الوطن، دماؤهم اختلطت بتراب هذا الوطن. كل التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة.